هذا المؤتمر العلمي المتخصص في مجال الاستكشاف النفطي يتحدث عن دور الاستكشاف في تعظيم الثروة الهيدروكربونية للعراق، واللي يمتاز العراق بأنه يمتلك أكبر مخزون نفطي في العالم اللي يقدر بحدود 500 مليار برميل، المكتشف منه بحدود 153 مليار فقط. العراق يخطط للاستثمار الأمثل للثروة الهيدروكربونية التي تمثل النفط والغاز والثروات الأخرى المتعلقة بالصناعة النفطية العراقية.